لي أنا كتير زعلانة بالفعل شو عم بصير بالأكاديمية، لأنه نحن جايين نتعلم مش جايين نغار من بعضنا، مش جايين نعمل مشاكل مع بعضنا. ما بعرف أنا، ما بعرف يعني، أنا بستحي ببيتي اتخانق أنا وجوزي، ما اتخانق أنا وابني، بستحي بقول أنا يقوم حدا يسمعني مثلا. هون ناسين انه هون في امم وخلايق عم تتفرج علينا. فريمون عيب، فريمون. طيب الواحد ما بيقول مثلا انا عم بمثل بلدي، فيان شيري فان تاسوار حبيبتي، فا نو با سا سي جوست كوم سا دومان اون فير. يعني بس مثل بلدي، يعني انا بلدي كلهم هيك. بدي اخبركم قصه بالفعل حطوها براسكم لكل حياتكم. في ملك عنده 3 نسوان، وفي فلاح عنده فرد مرة. هيدا الملك ما انه مبسوط بحياته، معه مصاري كتير كتير كتير، وهالثلاث نسوان بيعذبوا. يوقف على هالشباك بس يكون مقهور، لانه حتى الملك بيكون مقهور. قول يا الله هيدا كيف عايش، هيدا الفلاح مبسوط بضل يغني هو عم بيقفله، كيف ما معه مصاري وما هيك، وكيف عايش هيدا. قام بعت الوزير تبعوله الملك، قال له بتروح لعند هيدا الفلاح تعمل حالك انك جاي من بلد تاني وانت تاجر وتعبت كتير تتكمل طريقك على تاني بلد، بدك تنام ليلة عنده وشوف كيف هو عايش هيدا الفلاح. طب يضل يضحك ويغني ومبسوط. فات لعنده طلع هيك، قد استقبله أهلا أهلا أهلا. قال له ما بيصير، بدك تنام عندي ما بعرف شو. تريبيان قال لمرته حضرينا الأكل من الموجود يلي عقد قدرتون، جابوا الأكلات. راح خبر الملك، قال له استقبلني استقبال، وهيدي مرته شو كويسة، حطت لنا الأكل وكل شيء، وعملتنا هي صفرة ونمت أحسن نومة وهيك. قال له لقيت حلي، بتروح بتقول له مينك أنت إن جايك جاي من قبلي، هتلات نسوان تبعولي رح أعطيهم لها الفلاح، وأنا بدي أخد مرته لها للفلاح. بده يرتاح الملك قد ما مقهور. خوت أنا ما عامل شيء هذا الفلاح، يا دلي شو بده يعمل فيي الملك، بده ياخذ لي ما مرتي ما بعرف شو. ايه قال له ما تخاف الوزير، قال له ما تخاف. رجع الفلاح بضل يضحك، اخذ هالثلاث نسوان وبعده عم يضحك وبيغني. جن الملك انه طيب معقوله خلصت انا من هالثلاث نسوان ويلي ما بينطقوا، ايه وهيدا بعده عم يضحك، بدي اعرف شو السر. هلا اول وحده بتسرق نسوانه للملك، في وحده بتسرق. شو عمل الفلاح؟ لقى لها حل. صار شو ما قبض شو ما هي حط لها اياهم، الا خذ اللي بدك اياه. مشي حالها. الثانيه ما بتسوى. قال لها اعملي اللي بدك اياه. الثالثه بتجأمر. شو بدي يعني؟ بتجاوب. يعني الواحد بيعطيها نصيحه بيعطيها نصيحه بيعطيها نصيحه، بدها تضلها تجأمر تهي يكون معها حق. قال الفلاح لا هي ما إلها دواء، هي وقعت على النهر غرقها وقتلها. الملك قال له بعتوا لي هيدا الفلاح تعرف شو السر تهتلت نسوان، ما معه خبر انه قتلها للثالثه. ليه بعده عم بغني؟ كيف ما بعده غني مع نسوان ما بتنطق؟ راح لعنده قال له دخيلك يا سيدنا انا ما عملت شيء. قال له بالعكس انا كثير مبسوط منك، بس قل لي شو عملت بهالنسوان. قال له الأولى بتسرق طيطة الموجودة عندي تاخده، الثانية قلت له اعمل اللي بدك اياه. قال له والثالثة؟ قال له لا سيدنا يلي بتجأمر ما إلها دواء قتلتها. معناتها يلي بجأمر ما إله حل. هذا درس احفظوه لكل حياتكم. وبعدين حكي بلا طعمة بالأكاديمية ما فيه، نحن جايين نتعلم، بدكم توصلوا أو ما بدكم توصلوا؟ بدنا نوصل. كيف بدكم توصلوا؟ مش بنعرك وبتنعرني؟
هيك هيك بدنا نوصل. وهيدي بتغاري منها وانت بتغاري منها، بتتحركشوا ببعضكم. وهيدا مش عاجبه ما طلع توب فايف يا لطيف. بدي اعرف بس كون فوزيتي شيفو على ميزون، اهلا بنتي اهلا، بس كنتوا ببيوتكم، كان اهلكم عم بيعطوكم لو سون دو فوكاليز، اما لو سون دو تياتر، لو سون دو دانس، دو جيتار اي تو سا، الاهل كانوا قدرانين يعطوكم كل هالشيء؟ اما لما حصلتوا على كل شيء صفينا بدنا نتفلسف، وصفينا ما في شيء عجبنا، ونحن قاتلين حالنا لإلكن. انا مني لوحدي، انا الاساتذه عرفتوا كم واحد فيه، ويلي فوق في شي 200 ومش عجبنا. بو تبعوا على حالكم احسن. تقلكن ليه؟ بس لشغلي، لانه انا مثل امكن عم بحكي، لانه برا ما بود حدا يحترمكم، ما بود حدا ياخدكم لما بيشوفوا عقليتكم هيك مشبصه. بدنا نشتغل، بدنا نوصل. كل واحد عنده قدره حلوه، كل واحد شكل، ما في واحد مثل الثاني. كلكم عندكم صوت، يمكن اذا ما في صوت قوي في 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 هيئه، في هيئه، في وقوف، وقفه على المسرح غير شكل، مش الصوت بس. وبليز بدي شغله منكم، ممنوع ممنوع تغاروا من بعضكم، تحسسوا للثاني انه انا عم بحركش فيك تحطك على جنب. ما هي ممنوعه، هي مش موجوده ابدا، مش موجوده ابدا مدام. بلا موجوده عند البنات، موجوده ممكن انديريكتومون، ما انديريكتومون، بس بليز كنترولي سا، انتبهوا على حالكم. هي بدنا ننتبه عليها كثير هالشغله، كل واحد على قد قدرته. الشطاره بالبرايم، فرجونا بالبرايم، مش انتوا قاعدين هون تحركشوا ببعضكم. ايه بالبرايم فرجونا الشطاره. بو ما بقى بدي احكي بليز، لانه كثير زعلانه، بالفعل زعلانه، لانه جرصه هي اول سنه بتاريخ الاكاديمي صاير فينا هيك نحن. طيب ما بتقولوا مثلا اهلنا عيب، شو بدهم يقولوا عنا؟ اكيد انا اكيد الاهل زعلانين بشكل، مقهورين بشكل، يعني لما بده يشوفوا وحده منكم اما واحد منكم بده شو بده يعملوا؟ عيب، فكروا بعائلتكم وفكروا ببلدكم. دوني لو بون اكزامبل. قال ليش في حروب بالعالم؟ من ورا هيك، هيدا بغار من هيدا، وهيدا ما بده هيدا، وهيدا ما هالدنيا كيفيه. بليز ضبطوا على اعصابكم، بعد في شهر ونص بس هيك تا واحد ياخذ فكره حلوه بس تفله، مش يقولوا يي هيدي بتجقمر، يي هيدي بتغار، يي هيدا مش عاجبه كان. ليه تخلوا الناس تفكر هيك؟ كي غارد ان موفي سوفونير ليه؟ بون تفضلوا لهون اذا بتريدوا كلكم. ميشيل بدي مول معروف كلينكس، تفضل. ميرسي. لحظة مدام نادر عبد العزيز زوجي. جيبوا ورقكم إذا بتريدوا، الأربعة والخمسة تبع الكونكوني، بعدين بدنا نعمل إلا هو الورق كله معكم؟ دور مدام مريم ويشر
ايه رقم 4 رقم 5. ايه نعم وريني. ايوه ليه الشباب بدنا ناخد هاي والجديد حوالي مهمين هلا وفترة بيض السير. وما قلت لكم النهاية تبع الملك شو عمل بالآخر؟ ايوه عمل ايه؟ بتعرفوا شو عمل؟ ايه؟ قال له رجع خذ مرتك واعطيني نسواني. لانه عارف كيف بده شو بده كيف بده يتصرف. اخذت هي لعبد العزيز. شو يا قلبي قولي لي شو بدك؟ كمان؟ اقلام. ايه حنا قلي يلا تكفي بس هول تعطي للشباب خلي هول معك للباقيين. وانا بهني ناصر بهني لناصر لانه ناصر بس فل قال ميرسي كثير ميرسي وصلتوني لهون انا ما كنت بحلم اني بوصل لهون. قال وبوص الكل وكتر خيركم هيدا اللي بيمثل بلده مزبوط هيك حكي. يا ان شاء الله خير. بو عبد العزيز بعد شوي يجي بكره عبد العزيز مش اليوم. يا هلا بدنا رقم 4 نعملها مره وبعدين بنرجع على الخمسه. لا Ah, tu n'as pas de papier, tu veux un papier? Oui, attends. Attends, excuse-moi. Je vais prendre ma voix. Prends une petite place. D'accord. Aïe, voix. Fattah. Et que tu sois plus relaxée. Yeah. Souriez. اثنين ثلاثة سيلانس. طيب هلا بنرجع تحمسوا أكثر بليز عن جديد. لا انا ضاعت قالوا هون سول. ايه بس انت توقف بخف الباور تشوف انه الصوت كبير اسم الله. طيب شباب الفا هون طلع ميشيل هون فا. لا مدام ميري انا قلت فا بس سمعت الكل قالوا سول. طيب عن جديد بس وين ايه انا قلت فا. لا قالت فا كلهم قالوا فا كلهم قالوا فا بس فا. طيب عن جديد شرف فيك بتسمي. عم ببتسم بس غير تسمي وقفي منيح وقفي حدي هون يلا تشوف يلا